عودة لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل لنستكمل معكم ما تبقى في صباح الشرقية. إذن مشاهدينا الكرام، تساعدنا الزيوت العطرية على الاسترخاء والراحة، لذا يكثر صناعتها من جود الأنواع المختلفة ذات الرائحة الطيبة، وأكيد الزيوت لها فوائد عديدة للفرد، راح نتعرف عليها أكثر في التقرير التالي، فخلونا نتابع. تعتبر الزيوت العطرية عاملاً فعالاً في تحفيز مستقبلات الروائح في الأنف وإرسال إشارات إلى الجهاز العصبي، بالإضافة إلى الاعتقاد السائد بقدرتها على التحكم في النظام الكيميائي في الجسم المتمثل في الهرمونات والتأثير على أنظمة إنتاج الطاقة في جسم الإنسان، وتهدف إلى تحسين الحالة الصحية وتقليل وقع ضغوطات الحياة اليومية على النفس والروح والجسد، كما تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق. تتوفر الزيوت العطرية التي تساعد على الاسترخاء في أغلب محلات العطارة والأعشاب، وتستخلص هذه الزيوت عادة من نباتات محددة مثل اللافندر أو الخزامة، النعناع، الورود، اللبان وغيرها من الزيوت التي تساعد على الاسترخاء التام، وذلك باستخدام أجزاء مختلفة من النبتة، إما يتم صنعها من اللحاء أو الأزهار أو الثمار. تحتوي هذه الزيوت على عدة خصائص كالتهدئة والتحفيز على الاسترخاء لكل من الجسم والعقل، وقدرتها على التأثير بجزء محدد من الدماغ المسؤول عن توليد المشاعر والدوافع الداخلية والتحكم بها، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من حدة مشاعر التوتر والقلق. ويمكن إضافة بضع قطرات من أحد الزيوت إلى ماء حوض الاستحمام الدافئ للشعور بالاسترخاء التام. مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا، الزيوت وبعض من الأمور التي تساعد الإنسان على الاسترخاء، التفكير مليا بما يخطط في حياته، بما يريد أن ينفذ ويحقق من أهداف، هذه الأمور لربما تكون مساعدة على استرخائنا، فبالتالي نفكر ونقرر بطريقة صحيحة.